دلوقتي البنفيكا واللي بقى اول المتاهلين لربع نهائي دوري ابطال اوروبا بخماسيه ضد كلوب روج، واللي هيكون طبعا خصم صعب بيتمنى حتى الكبار تجنبه في الكورتر فاينل. بنفيكا طبعا حسم التاهل للدور ربع النهائي من مسابقه دوري ابطال اوروبا، وده بعد فوزه الكبير على نظيره كلوب بروج البلجيكي بنتيجه 5-1 في المباراة اللي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب النور. طبعا المباراة دي كانت ضمن منافسات ذهاب دور 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان الفريق البرتغالي قد حسم مباراة الذهاب خارج أرضه بثنائية نظيفة ليفوز بجموع المباراتين بنتيجة 7-1. طبعا النتيجه ديت او بالنتيجه دي بتاهل فريق بنفيكا للدور ربع النهائي عن جداره واستحقاق. طيب نروح لتشيلسي وفوزه على بروسيا دورتموند وعبوره لدور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. طبعا تشيلسي المحلي مختلف تماما عن تشيلسي الاوروبي، قدر الفريق اللنداني ان هو يتغلب على دورتموند بنتيجه 2-0 خلال فعاليات المباراه واللي اقيمت بينهم مساء امس على ملعب ستانفورد بريدج. طبعا دي كانت مباراه في اياب دور ال 16 في بطوله دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي. جه هدف تشيلسي عن طريق رحيم ستيرلينج وكاي هافرتز من ركله جزاء في الدقيقتين ال 44 والدقيقه ال 53 على التوالي. طبعا بالنتيجه دي تاهل نادي تشيلسي لربع نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا بعد ما حسم اسود الفستيفال موقعة الذهاب بهدف دون رد كان احرزه النجم الصاعد بقوه كريم ادمي لتصبح نتيجه مباراتي الفريقين 2-1 لكن لصالح البلوز. نيجي بقى لمباريات النهارده، يعني اول المباريات دي مباراه توتنهام وميلان، واللي اكد مدربه ستيفانو بيولي ان صحيح منافسه توتنهام هيلعب بقوه النهارده لكن فريقه ايضا ميلان عنده الافضليه. كمان بيولي المدير الفني لفريق ميلان الايطالي اكد ان نظيره توتنهام الانجليزي هيلعب بقوه كبيره امام فريقه، مؤكدا الى ان فريقه عنده افضليه صغيره عن السبيرز. طبعا النهارده توتنهام هيستضيف ميلان في العاشره مساء في اياب دور ال 16 من بطوله دوري ابطال اوروبا بعد ما انتهت نتيجه مواجهه الذهاب بين الفريقين بفوز الروزونيري بهدف نظيف في اللقاء اللي اقيم على استاد سان سيرو. وقال بيولي عبر المؤتمر الصحفي اوليفي جيرو وابراهيم دياز بخير، جميع اللاعبين متاحين وجيرو هيبدا منذ بدايه المباراه ومن ثم هنختار بقيه الفريق، نشعر بايجابيه ووصلنا بثقه وتحدي. واضاف كمان بيولي على تصريحاته قال كلا الفريقين عليهم الوصول للدور المقبل، توتنهام هيحاول الهجوم اكثر من لقاء سان سيرو، عندهم كمان احصائيات جيده في الشوط الثاني وعلينا ان نكون حذرين مع اسلوب لعبهم. كمان واصل بيولي تصريحاته قال المباراة تتعلق بالشخصية، خصمنا قوي هجوميا وهيلعبوا بقوة وعلينا أن نحضر أنفسنا للسيطرة على اللقاء أكثر، عندنا كمان أفضلية صغيرة لكن لا يمكننا التفكير بنا، علينا أن نهاجم ونلعب بحدة. طبعا الاتحاد الأوروبي كان عين الحكم الفرنسي كليمنت توربين لإدارة موقعة توتنهام وميلان في العاصمة البريطانية لندن، ويعني على فكرة الحكم ده كان سبق كمان وجي مصر وأدار مباراة قمة بين الزمالك والأهلي. نختم أخبارنا العالمية من عند القمة النارية المنتظرة والمرتقبة، طبعا مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. كريستوفر غالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان اتكلم عن مباراة القمة النارية المرتقبة أمام بايرن ميونخ، وطبعا المقرر إقامتها النهاردة الساعة 10 على ملعب أليانز أرينا في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. طبعا في
ومواجهة مقررة من نهائي نسخة الكورونا 2020 لما حقق العملاق البافاري اللقب على حساب نظيره الفرنسي. وفي النسخة التالية طبعا نجح الفارسيين في ثأر وإقصاء بطل ألمانيا من ربع النهائي. جالتي قال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: علينا أن نلعب أكثر مما لعبنا في مباراة الذهاب، علينا أن نحافظ على الكرة وقت أطول وأن نستعيدها بسرعة، بالتأكيد مع وجود مبابي في العمق. أضاف جالتي في تصريحاته وقال: الموسم لا يعتمد على مباراة، اليوم كما نعلم هناك فائز وخاسر، ونتمنى جميعا أن يكون باريس سان جيرمان اليوم لدينا فرصنا في التأهل. تابع جالتي تصريحاته وقال: البايرن هو فريق معتاد على هذه المسابقة ومعتاد على التواجد هنا منذ سنوات كثيرة، لكنهم مؤسسة كبيرة أكبر من اللاعبين والمدربين ولديهم ملعب جميل سيكون ممتلئ. كمان أكد جالتي وقال أن نيمار سجل 17 هدف وسجل 11 أسيست وأن غيابه صعب أكيد على الفريق ونتواجده دايما بيكون مهم مع البي أس جي. طبعا لقاء الذهاب في فرنسا كان انتهى بفوز بايرن نتيجة 1-0، ولو باريس طبعا عايز يعدي لازم ولابد ان هو يكسب النهاردة بأي نتيجة حتى لو بفارق هدف عشان نروح لوقت اضافي على الاقل، وده طبعا بعد الغاء قاعدة افضلية الهدف خارج الارض في مسابقات الاندية الاوروبية. La Champions League est toujours un objectif très élevé de la part du Paris Saint-Germain, cette volonté, cette détermination d'aller le plus loin possible à cette compétition-là. Mais voilà, on a ce tirage avec cette double confrontation contre le Bayern Munich. En dehors du résultat, il y aura surtout à avoir un comportement beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant avec un match. طبعا هتكون مباراة مهمة جدا النهاردة بين باريس سان جيرمان وبين بايرن ميونخ، لأنه يمكن المباراة ديت مباراة حاسمة للبي اس جي. يمكن البي اس جي يعني عامل صفقات تاريخية، يعني جايب ميسي وجايب مبابي وجايب نيمار وعنده لعيبة مهمين جدا ولعيبة كبار بياخدوا أعلى المرتبات في العالم، فهل ممكن يسمح لنفسه ان هو يقرر خروجه من بطولة دوري ابطال افريقيا او من دور ال 16 للموسم الثاني على التوالي؟ يعني هتكون صعبة طبعا. السنة اللي فاتت خرجوا بسبب ريال مدريد، المرة دي لو خرجوا على ايد بايرن ميونخ طبعا هتكون صعبة جدا، خصوصا انه زي ما قلنا باريس سان جيرمان جايب صفقات يمكن صفقات يعني بمبالغ مالية ضخمة، عنده افضل لعيبة، عنده ميسي، عنده مبابي، ففكرة ان هو يطلع من دور ال 16 زي الموسم اللي فات اكيد هتكون صعبة جدا ومش هيتقبلها لا الفريق اكيد ولا جماهير الفريق الباريسي.